الإعلام المصري والتونسي يعترفون بالحقيقة ويؤكدون المنتخب المغربي هو بعبع كل المنتخبات الإفريقية، هو الأفضل في إفريقيا بلا منافس، ومرشح أول وأوحد للفوز بكأس الأمم الإفريقية السنة القادمة التي ستقام في أعظم بلاد الدنيا، المغرب العظيم. يا سادة يا كرام، سنتعرف على ما قال له أبرز الإعلاميين المصريين والتوانسة عن المنتخب المغربي وعن لاعبي المنتخب المغربي، بالتحديد الثنائي الذهبي المغربي الزلزولي وبن صغير. لكن في البدايات أتمنى تدعمني، أتمنى تشرفني لو كنت عاشق للمنتخب المغربي وللنجوم المغاربة بصفة عامة، باللايك وبالاشتراك وبتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل الجديد والحصري عن أسود الأطلس فيما هو قادم. الإعلام المصري يعترف المنتخب المغربي هو بعبع أفريقيا. نتمنى تجنب مواجهة المنتخب المغربي في الأدوار الأولى في كأس الأمم الإفريقية العام القادم. رضا عبد العال المحلل المصري الشهير يؤكد بأن المنتخب المغربي من أفضل منتخبات العالم وهو المرشح الأول والأوحد للفوز بكأس الأمم الإفريقية التي ستقام العام القادم، كان المغرب 2025. كذلك الإعلام التونسي يعترف، مع كل الاحترام لكل المنتخبات في القارة الإفريقية، إلا أن المنتخب المغربي لا يقارن بأي منتخب في إفريقيا، فهو منتخب أوروبي يستطيع مقارعة ومنافسة والفوز على أفضل منتخبات القارة الأوروبية. في نهاية الأمر نتمنى إن شاء الله نتائج عظيمة لكل المنتخبات العربية فيما هو قادم، ولكن يبقى الجميع يحاول ويتمنى ومن حقه الفوز بالكان، ولكن عزيزي المتابع المغرب ستفوز بالكان لا محالة.